متتبعين السفير 24 اليوم مع احد ضحايا ديال الزلزال. خويا انا رشيد انضم من احفاد هذه العائله هذه وجاي عندهم الزياره، كنشوفوا الدار، الناس مكيوصين، راه المساكين حالتهم حاله، الدار كاع مشقه من هذه الجهه ومن هنا ومن فوق الدار كذلك ومن السطاح، يعني الناس هنا الا جا البرد صعيب انهم يعيشوا في هذه الدار. وحضرتي معاهم في الزلزال؟ لا لا ما حضرتش انا، لا ما حضرتش انا، جيت عندهم اربع زلزال. وكيفاش لقيتيهم في نفسيا؟ واش الناس مساكين غير صابرين فقط، يعني خلوها في الله وكيتسناو اللي يرحمهم واللي يشوفهم. اي نعم. خويا فين تيباتوا؟ هاد الناس دابا حاليا كيباتوها في الزنقانه، ما كيدخلوش للديور، ما قادرينش انهم يدخلوا لانه ما كاين فين ينعسوا. هاد البرد هذا؟ في هاد البرد هذا خارجين لبرا كيفرشوا فراشهم يباتوا حتى الصباح وصافي ما عندهم بين. واش ما جاش عندكم شي مسؤول؟ لا لا ما جا عندهم حتى مسؤول، ما شافوا حد ما والو، ما جا عندهم حد. حتى بالنسبه للفراشات راه البركه اللي عندهم كيغطيو بها برا. واش تغطوه برا عندكم الكواش؟ ما شي بركه اللي كانت عندهم وصافي، يعني ماشي شي حاجه. يعني الزلزال هذا ضركم بزاف؟ اكيد الناس تضروا بزاف. وشنو هو الطلب ديالك اللي بتوجهوا على طلب سفير بانتكاف؟ بالنسبه للطلب كنطلبوا المسؤولين انهم يشوفوا في هاد الناس هادو ويشوفوا يجيو يشوفوا الديور اللي هما عايشين فيهم ويشوفوا حالتهم ويشوفوا فيهم بعين الرحمه ويشوفوا لهم السكن فين يسكنوا. متتبعين السفير 24 كما شفتوا معنا، يعني الناس ما تطلبش شي حاجه اللي كثيره ولا، يعني خايفه من الشتاء، خايفه من البرد، الناس كانت مستوره بدارها، ولكن دابا ربي قدر علينا حنا كاملين هذا المكتوب ديال الزلزال. وبنادم بغى يصلح دويرته، وكاين اللي بغى المسكين الكواش، كاين اللي بغى السكن، كاين اللي بغى هذا الشيء. علاش الناس هضرات؟ الناس عمرها ما هضرات، وتنطلب من الجهه اللي مكلفه بهاد الناس هادو اللي هضروا باش يتواصلوا مع هاد الناس هادو ويتقربوا منهم ويحلوا معاهم هاد المشاكل اللي هما تيعيشوها، لان يد وحده راه ما تتصفقش. يعني حنا كلنا خصنا نخدموا، حنا كلنا خصنا نتعاونوا، لان هادي ما تنحسبوها حنا مسيره، يعني كاينه مسيره الخضراء وكاينه مسيره الزلزال. بحالاش مسيره الزلزال؟ كما شفتوا معنا شرنا لواحد الفيديو البارح بالليل وطلبنا فيه المساعده بجوج الناس، طلبنا المساعده من المسؤولين باش يتدخلوا، وطلبنا المساعده من الجمعيات. للاسف المسؤولين ما سمعوناش، ولكن لحسن الحظ سمعونا الجمعيات وجاو عند هاد الناس وقدموا لهم المساعدات وصورنا معاهم وقدموا لنا الشكر، وحتى حنا بدورنا قدمنا لهم الشكر. تنطلبوا منكم من هذا المنبر ديال السفير بانتكات مش حامل المرة، وحنا تنزيدوا نطلبوا منكم باش تجيو عداد الناس وتوقفوا معاهم وتحلوا معاهم هذه المشاكل. وشعارنا الله الوطن الملك وعاش الملك.